أعتقد أن إدراج المسألة في البرلمان الأوروبي يعني تأتي في ظرف زمني حساس بالنسبة للجزائر، هو نوع من الضغط على الجزائر كما قلت من أجل تغيير الخريطة، وهذا لن يحدث. الشيء الآخر المؤسف، أنا أقول لما تدرج القضية في البرلمان، أين هي الدبلوماسية الجزائرية؟ أين هو سفير الجزائر في بروكسل؟ أين هي السفارات الجزائر في أوروبا؟ كان من الواجب على السفارات الجزائرية تتحرك بقوة في هذا الظرف الحساس، وأن تعمل ليل نهار حتى توفر مناعة دبلوماسية الجزائر. أنت سفير في بروكسل تشتغل ليل بالنهار حتى مدفوع يعني وأنت تمثل الدولة الجزائرية، وحتى السفراء في العواصم الأخرى أن يشتغلوا بالليل والنهار من أجل غلق الباب على تدخلات لإعادة إنتاج الكولونيالية الجديدة. هذا من جانب آخر. من 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 نقطة أخرى باختصار، يعني حتى نكون موضوعيين، يعني أحيانا تحدث أخطاء هنا في بلدنا، بعض النشطاء السياسيين يتم يعني اعتقالهم وكذا، وهذا النشطاء السياسيين يعني أصبح لهم صوت مرتفع من خلال التواصل الاجتماعي. أنا يعني أفضل أن لا يتم يعني اللجوء إلى الاعتقال، يعني نحن في 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 ظرف يعني سياسي حساس ومهم مقبل على الانتخابات. من الأجدر والأحسن أن هؤلاء النشطاء نتعامل معهم يعني بطريقة ذكية، نسمح لهم بالتعبير، نحاول كيف يعني أن نترك لهم يعني المجال، هم يعني النشطاء يعيشون معنا ولا خوف على ذلك. فبالتالي أعتقد لا يجب علينا أن نرتكب أخطاء تكون ورقة في يد الآخرين لزعزعة استقرارنا.